أما من ناصر ينصرنا، أما من مغيث يغيثنا، أما من ناصر ينصرنا، أما من ذاب يدب عن حرمي رسول الله، أما من موحد يرجو الله في غاثتنا. فإن نهزم فهزامونا قدما، وإن نهزم فغير مهزمين، وما إن طبنا جفن ولكن منايانا ودولة آخرين. ولما سمع الحر بن يزيد الرياحي حديث الحسين عليه السلام واستغاثته، وقف جانبه وتذكر النداء الذي سمعه في أزقة الكوفة عندما خرج لحرب الحسين: أبشر يا حر بالجنة. عندها اقبل على عمر بن سعد وقال له: أي عمر، أمقاتل أنت هذا الرجل؟ فقال عمر: نعم يا ابن الرياحي، قتالا أيسره أن تسقط فيه الرؤوس وتطيح فيه الأيدي. فقال الحر: يا ابن سعد، فما رأيك فيما عرضه عليك من الخصال؟ قال ابن سعد: يا ابن الرياحي، لو كان الأمر لي لقبلت، ولكن أميرك لا يقبل. فتركه الحر ورجع إلى مكانه يفكر، وكان إلى جنبه ابن عمه قرة بن قيس، فقال الحر: يا قرة، هل سقيت فرسك اليوم؟ فقال قرة: لا يا أبا يزيد، لم أسق فرسي، هل تريد أن تسقيه؟ فقال الحر: نعم يا ابن العم، أريد أن أسقيه. ثم تركه قرة ظنا منه أنه يريد الاعتزال ولا يريد أن يراه أحد، وأخذ يدنو من الحسين عليه السلام قليلا قليلا. فقال قرة: والله لو أخبرني ما أسر في قلبه لتبعته. فقال المهاجر: يا أبا يزيد، أتريد أن تحمل ما هذا الحزن الذي أراه عليك، وما هذه الرعدة؟ يا أبا يزيد، إن أمرك لمريب، والله ما رأيتك في موقف مثل هذا، ولو قيل لي من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، فما الذي أراه منك؟ ثم أطرق الحور إلى الأرض. ثم أطرق الحور إلى الأرض ودموعه على خدي، وللحر شايف قوم محزم بشار ذي جزا عضيدة، وتصور بين النار والجنة تفكر، يرجف وتذكر ميعاد. Oh.
الحور. إني والله أخير نفسي بين الجنة والنار، ولا أختار على الجنة شيئا ولو أحرقت وقطعت. ثم ضرب الحر جواده كأنه يريد أن يحمل، وقد تبعه ولده وأخوه وابن أخي حتى بعد عن القوم فترجل عن جواده وأقبل نحو الحسين عليه السلام مطأطئا رأسه، ثم جلس على الأرض ورمى عمامته وأخذ يحذو التراب على رأسه حياء من آل بيت الرسول، وينادي بصوت مرتفع: إلهي إليك أنيب فتب علي، فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولادي نبيك، وقد أتيتك يا إلهي نادما تائبا، فلا تقطع يا معبود رجائي. السلام عليك يا أبا عبد الله، جعلني الله فداك يا ابن رسول الله، أنا صاحبك الذي حبسك عن الرجوع وسايرك في الطريق وجعجع بك إلى هذا المكان، فوالله الذي لا إله إلا هو ما ظننت أن القوم يبلغون بك إلى هذا الحال، ولو علمت أنهم ينتهون بك إلى هذا الحد لما ركبت ما ركبت. يا أبا عبد الله، عندما خرجت من الكوفة يحسين تايب جيت ليكم وانا الذي جعجعت بيكم، داخل ترى على الله وعليكم، خلينا جاهد بين ايديكم يا حسين يا حسين يا حسين، تايب جيت ليكم دخيل ترى على الله وعليكم. قال له الحسين عليه السلام: اصنع رحمك الله ما بدا لك. وكانت زينب واقفة بباب الخيمة وكأني بها نادت: يا حر بعلم عادي، يا حر بعلم عادي، ترى وحيد خي ولعله معين، والله بس العليين ويا يا النساوي. وتقدم نحو فقال لهم الحور: جزاكم الله خيرا. وأقبل بهم نحو الحسين وقال: السلام عليك يا أبا عبد الله، هؤلاء أهلي أخي وولدي
وابن أخيه، وقد عزموا على لقاء ربهم ونصرة ابن رسول الله، فهل أتأذن لهم بقتال هؤلاء المنافقين؟ فقال الحسين عليه السلام: تقدموا بارك الله فيكم، وخرجوا إلى القتال والحر ينظر إليهم. ودوني حسين واهل صديق شيخ وآل محمد، فبرز وهو يرتجز ويقول: إني أنا الحر ومأوى الضيف، أضرب في أعناقكم بالسيف عن كل من حل بأرض الخيف، أضربكم ولا أرى من حيف. وأخذ يقاتل قتالا شديدا لا يأبه بجموعهم، ويرن في أذنه نداء الغاتر في أزقة الكوفة: أبشر يا حور بالجنة، أبشر يا حور بالجنة. ذب على الصفوف الحور ينادي العذر: يا قوم شنو العذر غادي؟ هذا حسين ريحانة الغادي، يا باكر يوم محشر، يا ايش تقولون؟ وبينما هو يقاتل فصاح رجال ابن سعد: قتلنا الحور. فهرول إلي الحسين وأهل بيته وأصحابي، ولما وصل إليه الحسين جلس عند رأسه وأخذ يمسح الدم والتراب عن وجهه ويقول: أنت حر كما سمتك أمك، حر في الدنيا وسعيد في الآخرة،